بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسائل في هذه المسألة في إشكال في بعض الشباب الذين يعني يقطنون في مكة وفي السعودية ويطلبون العلم كما يقولون، يقولون على الإخوة القائمين بالدعوة في فرنسا والذين يعني كل واحد يعني كيف تعلم وأين تعلم، فهناك من استطاع أن يتعلم عند المشايخ، هناك من استطاع أن يدرس في المعاهد والجامعات كالسعودية وغيرها، وهناك من أكثر طلبه للعلم في القراءة في المطالعة في الاستماع إلى الأشرطة العلمية، وقد أخذ علما بهذه الطريقة كل واحد يعني وكيف أن توفر له هذا العلم. ثم هؤلاء الناس يقولون لا يمكن أن يقوم أحد بالتدريس إلا بالتزكية، هؤلاء ما عندهم تزكيات، لماذا يقومون بهذا التدريس وبهذا التعليم وهذا التوجيه؟ فما ردكم على هذا الكلام؟ إذا كنت في برية في الصحراء وليس لديك أحد، فجاءك إنسان وقال، قلت له كيف أخرج؟ قال أنا سبق أن خرجت من هذه الصحراء مرة واحدة، فيمكن أعرف الطريق ويمكن لا أعرف بنسبة 50%. أحسنت تذهب معه أو تبقى؟ تفهم ما على شك هذا مثلكم. ما يقول لي أعطني شهادة الجامعة أنك متخرج من قسم الجغرافيا وأنك تعرف مواقع الأرض وتعرف الأراضي وتعرف هذا مثل الناس هنا. إذا تركهم يخشى عليهم في أديانهم أن يكونوا كفارا، مش يكونون كفار. تقول لا لازم يحصل على تزكية، خلينا ننقذهم من الكفر، وبالتالي مثل هؤلاء شجعوهم، خلوا الناس كلهم يتحركون ويعلمون، هذا الذي ينشر الدين. أما نقول لا، أنا سمعت شرح الشيخ ابن عثيمين للأصول الثلاثة، الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان والشيخ سعد الشذري والشيخ فلان وفلان وفلان، سمعت 4 شروح 5 شروح، ثم يقال لا لازم تحصل على تزكية. أنا أشرح من هذه الدروس التي استفدتها، عرفت الناس بوجوب إفراد الله بالعبادة، قل لا لازم يحصل على تزكية. تشهدون شيخنا عفوا بكلام الإمام مالك أنه ما جلس في كرسيه إلا بعد أن أذن له 70 من العلماء. طيب، أولا العبرة بالنصوص الشرعية أو العبرة بأقوال الأئمة؟ الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل من كان تابعا للنبي فهو على طريقته في الدعوة إلى الله، ولم يشترط في ذلك شرط. من عرف شيئا وتيقن أنه الشرع دعا إليه. إذا كان الصلاة نعرف أنها واجبة، قال بدأ يذكر الناس بالصلاة وبوجوب الصلاة، قال لا لا قف لا تذكر الناس بالصلاة، لماذا؟ قال ما عندك شهادة ولا ما عندك تزكية. الأمر بالصلاة والترغيب فيها يحتاج إلى تزكية. إذا كان يذكرهم بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، تقول لا لا تذكرهم بالتوحيد ولا تعرفهم بحق الله عليهم وتركهم في ضلالهم وغوايتهم، علشان قول الإمام فلان هذا
ينقذ الناس من الشرك، ينقذ الناس من الكفر. نقول لا، لابد من شروط يخشى على دين من يقول بمثل هذه المقالة، أن يكون ممن صد عن دين الله.